سنة جديدة منستقبلها سوا عبر محطة الـ A&B وفولو فوكيوس، هالبرنامج المنوع اللي بخبركن عن عالم الفن السابع اللي عطول بتجدد وتنوع، ما زال مستمر معكن بكل نجاح وتطور، وراح يضل يخبركن عن أجدد الأفلام العالمية اللي عم تنعرض بمختلف أنحاء العالم وكل المهرجانات وحفلات توزيع الجوائز، بالإضافة إلى الجوسبس وذا ليتست سيلبرتي نيوز. بتمنى نكون عند حسن ظنكم وعم تتسلوا وتستفيدوا من اللي عم نقدم لكم اياه. حلقتنا بتبدا ومع الافلام اللي بدات عروضها بالاسبوع الاول من 2015. نبدا حلقتنا مع قسم النيو ريليسز ومع الثريلر ذا ايميتيشن جيم، وهو فيلم مقتبس عن كتاب ألان تيورينج ذا انيجما للكاتب أندرو هودجز ومن إخراج المخرج النرويجي مورتون تيلدوم، ومبني الفيلم على القصة الحقيقية لعبقري فك الشفرات وعالم الرياضيات يدعى ألان تيورينج، واللي يعد واحد من الأبطال المجهولين ببريطانيا، حيث ساهم بشكل كبير بتطوير الكمبيوتر، لكن من بعد هالحادثة اضطر للوصول أمام المحكمة بتهمة مثلية الجنس، واللي كانت وقتها تعد جريمة يعاقب عليها القانون، حيث اعترف بالحقيقة فنبذ المجتمع ومنع من ممارسة عمله حتى تدهورت حياته بالكامل. The Imitation Game فيلم إثارة تاريخي بريطاني أمريكي من بطولة بنديكت كامبرباتش، كيرا نايتلي، مارك سترونغ، ماثيو بيرد وكتار غيرهم. وهون بحب ضيف انه يعتبر The Imitation Game مرشح قوي لعدد من الجوائز العالميه وبانتظار عدد من الاستحقاقات. What is it that we're really doing? We're going to break an unbreakable Nazi code and win the war. Oh. You know, to pull off this irascible genius routine, one actually has to be a genius. I'm designing a machine that will allow us to break every message every day instantly. You're going to need all the help you can get, and they are not going to help you if they do not like you. Have you decrypted a single German message? You will never understand the importance of what I am creating here. Our patience has expired. No! If you fire Alan, well, then you'll have to fire me. Me too. And me. It better bloody work. Alan, you do not have to do this alone. What are you doing? What's going on? The Navy thinks that one of us is a Soviet spy. You've got more secrets than the best of them. What if I don't fancy her in that way? Can't tell anyone, Alan. It's illegal. I'm just a mathematician. Sometimes it is the people who no one imagines anything of who do the things that no one can imagine. متابعين معكم ومع Unbroken، فيلم النجمة الرائعة أنجلينا جولي اللي تولت إخراجه واللي عم بيحقق إيرادات عالية جدا بالصليت الأمريكية والعالمية. Unbroken هو أيضا بايوغرافي موفي بيجمع بين الدراما والسبورت من كتابة الأخوين جويل وإيثان كوين، وبطولة مشتركة بين جاك أوكونل وجاي كورتني. هالفيلم مقتبس من قصة حقيقية عن لويس زامبريني، بطل أولمبياد أمريكي بالحرب العالمية الثانية، واللي تحطمت طائرته بالبحر ونجي مع اثنين من مرافقينه ومكثوا على متن طوف نجاة لمدة 47 يوم بالبحر ليتم إنقاذهم من قبل الجيش الياباني وأسرهم من بعدها بمعسكر لأسرى الحرب. يعد Unbroken الفيلم الثاني من إخراج أنجلينا جولي بعد أن أشاد فيها النقاد بأول تجربة إخراج عام 2011 واللي رشح لجائزة جولدن جلوب، وهو فيلم Land of Blood and Honey. وقد قبلت أنجلينا بطل الأولمبياد لويس زامبريني البالغ من العمر 96 عام واللي بتعتبره مصدر إلهام إلها، حيث صرحت بأنه قصته جعلت منها شخص أفضل، فحاولت توصل قصته للناس بأفضل وجه ممكن. In 1938, I turned it over and on the back there was an article about a running phenom named Louis Zamperini. And over the course of working on Seabiscuit, I came across other things about Louis' life, about his experience in the war.
and I was really fascinated. And once I was done with Seabiscuit, I looked him up, I wrote him a letter. He called me, we had a wonderful conversation, and I knew right away this was what I wanted to write about for my next book. Dad said, well, if you want to try, you'll go ahead, and I'll send you my scrapbook and some photographs and stuff. He had no idea what was going to come out of that. I ran out and got Seabiscuit and read it, and I thought, oh my goodness. Yeah. Laura is one of the most astute historians, I think, ever. She did exhaustive research. It was a wonderful thrill to see how much Louis' story captivated the public. And I think that made him very happy, because I think he felt his purpose in this world was to tell that story and to teach people how much they could survive. It read like a film. It was very cinematic to read. It's a page-turner. And I thought, oh, we finally got a chance of it going to film. When I came across Unbroken, I knew why so many people loved the book. The reading of it even changed my life. The book's success was undeniable. It's been on the bestseller list for 3+ years. It went on to become a phenomenon. I didn't know when I'd read the book whether or not he was still alive, and then found out he was. And I said, where does he live? And they said, strangely, he knows where you live. Because he's above you. He lives above you. So we've lived near each other for years, and I always think it's this strange thing. I must have laid in bed so many times thinking, oh, you know, what should I be doing? What is that thing? What is that thing you want to be a part of the world, and you want to do more, and you want to be inspired, and where is that thing? And he's been right outside my window the whole time. I was so inspired by Louis' story. I decided I have to do this film. I had to fight for this job. I wasn't given this job. I had to fight really hard to get it and prove that I could do it, because this is a big movie. The narrative arc of Louis' story is huge. You could fill a feature-length film with his athletic career. You could fill one with his time on the raft. You could fill one with his time in prison camp, and then his story of forgiveness after that. Fitting all of that into a 2-hour film, that's not easy to pull off. And I could see how it would be very daunting for anyone who's not just completely dedicated to it. Angelina, as a filmmaker, was exactly what the film needed to come alive. The camera's with you. Louis, he's been a part of the script, and he's been a part of the casting, and he's been a part of everything along the way. So I'm making sure that he approve of the choices we're making. Angelina, she's a great part of my life now, part of my family. I believe she will do a fabulous job with the movie. However dark the night, however dim our hopes. Inbound 4 o'clock low. The light will always follow darkness. Keep going the way you're going, you'll end up as a bum on the street. You train. You fight harder than those other guys, and you win. You can take it, you can make it. You can do this, Lou. You just gotta believe you can. Pop does. Ma does. I do. Louis, a moment of pain. It's worth a lifetime of glory. We're gonna die out here. We're not dying! I hear a collision happened. Who is the Olympic athlete? Don't look at me. Hello, mother, father. This is your Louis talking. I am now interned in a Tokyo prisoner of war camp. I can't say this. What it says about America, it's not true. This man must be taught respect. Each prison will teach him this lesson. I used to think that I could do anything, that I was better than I am. Who says you're not? You get me through this, I swear.
swear, I'll dedicate my whole life to you. If I can take it, I can make it. Stay down. If he drops it, shoot him. أطلقت شركة AFD بدور العرض العالمية أفلام تينكربال وفايس اللي عم بينعرضوا بتقنية الـ 3D لتحتفل بالعام الجديد مع الأفلام اللي بتناسب كل أفراد العائلة، حيث رح نتعرف بداية على فيلم فايس هالساينس فيكشن موفي المليء بالأكشن والأدفنشر واللي بخبرنا قصة جوليان مايكلز اللي صمم منتجعه الخاص فايس، حيث كل شيء مباح ويمكن للعملاء انه يقودن تفكيرهم لفعل كل شيء بيخطر عبالهم مع السكان الاصطناعيين المجسمين اللي بيفكروا وبيشعروا مثل البشر. لكن لما تصير الانسان الاصطناعي كلي واعي وبتقرر تهرب، رح تلاقي حالة وسط تبادل اطلاق نار بين مرتزقة جوليان ورجال الشرطة اللي اجوا بغرض اغلاق فايس ووقف العنف والمخالفات إلى الأبد. فايس بطولة مميزة لنجم الحركة والأكشن بروس ويلس بالاشتراك مع أمبر تشولدرز وتوماس جين. نشوفه سوا. They look and act like humans, which gives our clients the most realistic experience possible. It's just pure entertainment. Pulse every night races the last 24 hours from their memory. Sir, she's experiencing flashbacks. Pick her up. We'll have everything back in working order. This is gonna hurt like hell. If the word gets out that an artificial is out there on the streets... Understood. This facility's just the tip of the iceberg. But now if we're exposed... It needs to be shut down! It's the one man that wants a girl as badly as we do. You're only gonna get deeper into the rabbit hole. There are many ways to flush out a rabbit. Get off! Why does she look exactly like me? Because I designed you. I got you into this mess. I'll get you out. Maybe there's a way we can take down Vice once and for all. We could give you an upgrade. Not bad. For a robot. You think anything's gonna change? There's nothing you can do to stop it. So I ask you, what's the harm in having a little fun? ومنختم فقرتنا مع الانيميشن تينكربال واللي بيحمل عنوان هالمرة Legend of the Never Beast، وهو مغامرة جديدة للأسطورة القديمة الشهيرة، وبيحكي عن مخلوق أسطوري يثير فضول تينكربال وصديق أفوان، وهو حيوان خرافي ما بيخاف يكسر القواعد لمساعدة أي حيوان بحاجة له. لكن هالمخلوق الضخم والعجيب ذو العيون الخضراء غير مرحب فيه ابدا بعالم الجن، حيث في فريق من الجنيات عازمات على انه يلقوا القبض عليه، وهون بيتوجب على تينكربال واصدقائه انه يخاطروا بكل شيء من اجل انقاذ هالوحش اللي يدعى نيفر بيست. تينكربال ادفنتشر فاميلي موفي، اخراج ستيف لوتر، كاست ماي وايتمان، جينيفر جودوين وروزاريو دوسون. كمان بنشوفه سوا. Did you hear that roar? Was it like this? No. No. Fawn! Yeah, if you hear that one, run. The fairies will spread their wings and risk everything. You're up to something. Who, me? You definitely are. I know that look. I invented that look. To change the fate of Pixie Hollow. Okay, okay, just try not to scream. Shh! I'm not screaming! I'm gasping! And make a friend for life. I thought you said the legend wasn't real. Technically, I said he's not what they think. This might be a threat to Pixie Hollow. What will you do if you find it? My job. Come on! Have I ever put you guys in danger? I still can't sit up straight. Does this look like the face?
of a dangerous predator to you? Fawn's just got a big heart, that's all. Let's move it out! For once, my head and heart, they're actually telling me to do the same thing. Disney's Tinkerbell and the Legend of the Neverbeast. It's like you're a cross between Didelphus marsupialis and Bison occidentalis. It spits. Ew, my skin is gonna break out. هالأسبوع ما رح نعرض لكم التوب 10 انترناشونال لهالأسبوع، إنما رح نشوف سوا شو هي الأفلام العشرة اللي حصدت أعلى الإيرادات على شباك التذاكر عالميا خلال عام 2014. رح نتعرف على الأفلام العشرة اللي حصدت أعلى الإيرادات على شباك التذاكر عالميا خلال عام 2014. المرتبة العشرة هي من نصيب الفيلم الكرتوني How to Train Your Dragon 2 للمخرج جين دوبلوا وأصوات الشخصيات لجي باروكال وكيت بلانشيت واللي جمع 618.9 مليون دولار. مرتبة تسعة هي لفيلم انترستيلر للمخرج كريستوفر نولان وبطولة ماثيو ماكونوي وألين بيرستن واللي جمع 648.8 مليون دولار. We must confront the reality that nothing in our solar system can help us. Now you need to tell me what your plan is to save the world. We're not meant to save the world. We're meant to leave it. And this is the mission you were trained for. I've got kids, Professor. Get out there and save them. I have no idea when you're coming back. We must reach far beyond our own lifespans. We must think not as individuals, but as a species. We must confront the reality of interstellar travel. Murph, I love you forever. بيحتل The Hunger Games Mockingjay Part 1 للمخرج فرانسيس لورنس وبطولة جينيفر لورنس وجوش هاتشرسون واللي جمع 679.9 مليون دولار. المرتبة السابعة هي من نصيب Dawn of the Planet of the Apes للمخرج مات ريفز وبطولة أندي سيركس وجاري أولدمان واللي حصد مبلغ 708.3 مليون دولار. المرتبة السابعة كانت من نصيب فيلم The Amazing Spider-Man 2 للمخرج مارك ويب وبطولة أندرو غارفيلد وإيما ستون واللي جمع 709 مليون دولار. مرتبة الخامسة بيحتل فيلم كابتن أمريكا ذا وينتر سولجر للمخرجين أنتوني روسو وجو روسو وبطولة كريس إيفانز وسامويل آل جاكسون واللي حصد بدوره 714.1 مليون دولار. مرتبة الرابعة احتل فيلم إكس مان دايز أوف فيوتشر باست للمخرج برايان سينجر وبطولة هيو جاكمان وجيمس ماكافوي واللي جمع 746 مليون دولار. مرتبة التالتة بيحتل فيلم ماليفيسنت للمخرج روبرت سترومبرغ وبطولة أنجلينا جولي وآل فانينغ واللي جمع بدوره 757.8 مليون دولار. مرتبة التانية بيحتل فيلم غارديانز أوف ذا جالاكسي للمخرج جيمس غون وبطولة كريس برات وزوي سالدانا اللي حصد 772.1 مليون دولار. أما الفيلم اللي جمع أعلى الإيرادات على شباك التذاكر عالميا عام 2014 فهو Transformers Age of Extinction للمخرج مايكل باي وبطولة مارك وولبرغ ونيكولا بيلز واللي حصد 1,087,400,000 دولار. Bring it up. All the way. You guys have never seen a truck like this before. Dad. You can't keep spending money on junk. I don't think it's a truck at all. I think we just found a transformer.
ask you this once. Where is Optimus Prime? After all we have done, humans are hunting us. But I fear we are all targets now. What is that? Who sent you here? This is not war. It's human extinction. Not in who we are, and who we can be. I'm not leaving my dad. We need a new army. بما يتعلق بالأفلام على المستوى العالمي، شو رأيكم نتعرف على الأفلام العشرة اللي حصدت أعلى الإيرادات على شباك التذاكر بأمريكا كمان عام 2014؟ رح نتعرف على الأفلام العشرة اللي حصدت أعلى الإيرادات على شباك التذاكر بأمريكا عام 2014، واحتل المرتبة العاشرة فيلم الكرتوني بيج هيرو 6 للمخرجين دون هول وكريس ويليامز، وشارك بإعطاء أصوات الشخصيات في سكوت أتسد وراين بوتر، واللي جمع 201.4 مليون دولار. تيست. Hello. I am Baymax. It worked! Oh, this is amazing! He wanted to help a lot of people. People keep saying Tadashi's not really gone. As long as we remember him. Hello. I am Baymax. Tadashi programmed me to heal the sick and injured. You will be all right. There, there. I would like to help. Scan complete. You are experiencing mood swings. Diagnosis? Puberty. Whoa, what? It's like spooning a warm marshmallow. Reports are flooding in about a major catastrophe. We're under attack from a supervillain, people! Come on, go, 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 go! I am not fast. Yeah, no kidding! So a man in a kabuki mask attacked you in Balloon Man. We gotta catch him. We can't go against that guy. We're nerds! Trust me, I know about robotics. We can be way more. Anybody else's suit riding up on him? Come on! Kick it down! Punch it! Why is Baymax wearing carbon fiber underpants? This may undermine my non-threatening, huggable design. He's glorious. On top of the world! On top of it all! Trying to feel invincible! I wasn't terrified of heights. I'd probably love this. But I'm terrified of heights, so I don't love it. What's wrong with you? Low battery. Hairy baby. That was amazing! You gave me a heart attack. Clear. Stop, stop, stop! It's just an expression. What do you say, buddy? Whee! Okay, let's get you back in your luggage. مرتبة التاسعة هي من نصيب فيلم The Amazing Spider-Man 2 اللي جمع 202.8 مليون دولار. بالمرتبة الثامنة فيلم Dawn of the Planet of the Apes للمخرج مات ريفز وجمع 208.5 مليون دولار. مرتبة السابعة بيحتل فيلم X-Men Days of Future Past اللي جمع 233.9 مليون دولار. مرتبة السادسة هي من نصيب فيلم Maleficent أيضا وحصد مبلغ 244.4 مليون دولار.
المرتبة الخامسة بيحتلها هون فيلم Transformers Age of Extinction. المرتبة الرابعة هي من نصيب فيلم The Lego Movie للمخرجين فيل لورد وكريستوفر ميلر، وشارك بإعطاء أصوات الشخصيات فيه ويل أرنت وإليزابيث بانكس، واللي جمع 257.7 مليون دولار. المرتبة الثالثة بيحتلها فيلم كابتن أمريكا The Winter Soldier وحصد 259.7 مليون دولار. المرتبة الثانية هي من نصيب فيلم The Hunger Games وجمع 308.9 مليون دولار. أما الفيلم اللي جمع أعلى الإيرادات على شباك التذاكر بأمريكا عام 2014 فهو Guardians of the Galaxy للمخرج جيمس غان وبطولة كريس برات وزوي سالدانا، واللي حصد 332.8 مليون دولار. Forget it. So here we are. A thief, two thugs, an assassin, and a maniac. But we're not gonna stand by as evil wipes out the galaxy. I guess we're stuck together. Partners. Are you telling me the fate of 12 billion people is in the hands of these criminals? Oh, yeah. I look around, you know what I see? Losers. But life is giving us a chance. To do what? Something good? Something bad? A bit of both. Oh, what the hell? I don't got that long a lifespan anyway. Like me, except me. They call themselves the Guardians of the Galaxy. This might not be the best idea. حلقتنا مكفية، لكن بعد هالفاصل القصير مع الإعلان ترونا. مثل ما ملاحظين بهالحلقة عم نعمل جردة على أهم أفلام عام 2014، حيث بقسم توك أوف ذا تاون رح نتعرف على الممثلين والممثلات اللي تقاضوا الأجر الأعلى عام 2014 وبحسب مجلة فوربيز. أطلقت مجلة فوربيز عدد من الإحصاءات اللي عملتها لعام 2014 وأشارت إلى أول 10 ممثلين تقاضوا الأجر الأعلى عام 2014. وإجا بالمرتبة العاشرة الممثل مارك وولبرغ اللي حصد 32 مليون دولار. المرتبة التاسعة احتل الممثل ويل سميث مع 32 مليون دولار. المرتبة الثامنة هي للممثل كريستيان بيل مع 35 مليون دولار. المرتبة السابعة الممثل بن أفليك مع 35 مليون دولار أيضا. المرتبة السادسة بيحتل الممثل ليام نيسون اللي تقاضى 36 مليون دولار. المرتبة الخامسة احتل الممثل كريس هامسورث اللي نال 37 مليون دولار. المرتبة الرابعة الممثل ليوناردو دي كابريو واللي حصل على 39 مليون دولار. المرتبة الثالثة احتل الممثل برادلي كوبر مع 46 مليون دولار. المرتبة الثانية الممثل دوين جونسون مع 52 مليون دولار. أما الممثل اللي تقاضى الأجر الأعلى بهوليوود عام 2014 بحسب مجلة فوربيز فهو روبرت داوني جونيور مع 75 مليون دولار. وبنفس الإطار ذكرت مجلة فوربيز أيضا الممثلات العشرة الأولى اللي تقاضوا الأجر الأعلى خلال عام 2014، فحلت بالمرتبة العاشرة الممثلة كريستين ستيوارت اللي حصلت على 11 مليون دولار.
مرتبة 9 الممثلة ناتالي بورتمان اللي حصدت 13 مليون دولار. مرتبة 8 احتلتها إيمي آدامز مع 13 مليون دولار. مرتبة 7 الممثلة سكارليت جوهانسون مع 17 مليون دولار. مرتبة 6 احتلتها الممثلة كاميرون دياز لتقاضية 18 مليون دولار. مرتبة 5 هي للممثلة أنجلينا جولي اللي كانت بالمرتبة الأولى العام الماضي مع 18 مليون دولار أيضا. مرتبة 4 الممثلة جوينيث بالترو اللي حصلت على 19 مليون دولار. المرتبة 3 احتلتها الممثلة جينيفر أنستون مع 31 مليون دولار. وبقيت الممثلة جينيفر لورنس بالمرتبة الثانية مع 34 مليون دولار. أما الممثلة اللي تقاضت الأجر الأعلى بهوليوود عام 2014 وبحسب مجلة فوربيز فهي ساندرا بولوك مع 51 مليون دولار. حكينا عن نجوم الصف الأول وقديه جنيوا أموال جراء أعمالهم اللي حققت إيرادات ضخمة، لكن ثمت نجوم صاعدين أيضا لفتوا انتباه العالم وأثبتوا جدارتهم بهالعالم الواسع وأكدوا على قدرتهم أنهم يكونوا نجوم المستقبل. نتعرف عليهم سوا. عدد من الأفلام اللي حققت إيرادات عالية ونسبة مشاهدة كبيرة بمختلف أنحاء العالم سمحت أنه يتعرف العالم على عدد من النجوم الصاعدين إلى جانب الأسماء الكبيرة، حيث لفتوا نظر العالم والنقاد على حد سوا، فتم اختيار أبرز 8 ممثلين صاعدين لعام 2014 نذكرهم على الشكل التالي. بالمرتبة الثامنة الممثلة نيكولا بيلز عن دورة بفيلم ترانسفورمرز Age of Extinction. بالمرتبة السابعة الممثلة جوجون باتارو عن دورة بفيلم بيل. بالمرتبة السادسة الممثل تيو جيمس عن دوره بفيلم دايفرجنت. بالمرتبة الخامسة الممثل جاك أوكونيل عن دوره بفيلم أنبروكن. بالمرتبة الرابعة الممثل أنزل ألجرت عن دوره بفيلم The Fault in Our Stars. بالمرتبة الثالثة الممثل كريس برات عن دوره بفيلم Guardians of the Galaxy. بالمرتبة الثانية الممثلة شيلين وودلي عن دوره بفيلم Divergent. وبالمرتبة الأولى الممثلة روزاموند بايك عن دوره بفيلم Gun Girl. هيدا مش كل شيء، إنما احتلت النجمة العالمية تايلور سويفت القائمة السنوية لمنظمة Do Something للنجوم اللي بيقوموا بأكثر الأعمال الخيرية خلال العام. خلونا نتعرف على القائمة الباقية. بحسب ما ذكرت صحيفة الديلي ميل البريطانية، تصدرت النجمة العالمية تايلور سويفت القائمة السنوية لمنظمة Do Something للنجوم الأكثر عملا للخير بالعالم، متفوقة على الثنائي أنجلينا جولي وبراد بيت اللي احتلوا المركز الثاني، فيما اجت النجمة العالمية بيونسي بالمرتبة الثالثة، والفضل بذلك بيعود إلى حملة بي جود اللي أطلقتها وساعدت من خلالها لكثير من الأشخاص. وحلت بالمركز الرابع المغنية مايلي سايروس بسبب عملها البارز بمجال مكافحة التشرد، فيما المرتبة الخامسة كانت من نصيب الفنانة إيما واتسون نظرا إلى الإنجاز اللي حققته بحملتها هي فور شي اللي بتدخل ضمن نطاق عملها بالأمم المتحدة. وحقق المركز السادس أعضاء فريق One Direction بعد نجاحهم بجمع قرابة 300 ألف دولار لحملة مكافحة السرطان، بينما اجى بالمركز السابع نجم المصارعة الحرة جون سينا اللي نجح بتحقيق أكثر من 400 أمنية بإطار مجهود مؤسسة Make a Wish Foundation. اوكي جايز، حلقتنا ما خلصت، انما مكفيين معكم ومع اخر اخبار النجوم. فعلى ما يبدو عم بيرفض الناس والاعلام يترك الزوجين الجديد بحالهم ومتمسكين بفكره ترويج شائع الطلاق جورج كلوني وامل علم الدين. منذ اللحظه اللي تزوج فيها النجم العالمي جورج كلوني من امل علم الدين بدات الشائعات تتكاثر حول انفصالهم. فبعد ان نشرت مجله لوغرافي الفرنسيه خبر مماثل بعد زواجهم بأيام قليلة، هيدا هو الخبر نفسه بيعود اليوم إلى الواجهة إنما من مصادر مختلفة. فقد كشف موقع أمريكي أن كلوني وعلم الدين قرروا الانفصال بشكل رسمي لأن خلافاتهم ما بتنتهي ومطالب أمل كبيرة، كما بترفض التسرع بالإنجاب وتلبية رغبة زوجها. وقد نقل المصدر نفسه عن لسان أحد أصدقاء النجمين قولوا أنهم بيتشاجروا طول الوقت خلف الأبواب والأضواء. من الواضح أنه أشهر عازب بالعالم كان يجدر فيه أنه يبقى عازب
ومن المستحيل أنه يستمر هالزواج. لكن هالخبر نفى كلوني نفيا قاطعا وشدد على حبه وانسجامه معه وأكد دعمه لزوجته بقضية تهديدة ومنعه من دخول الأراضي المصرية بسبب دفاع عن الصحفيين الثلاثة المسجونين جراء انتقاد للرئيس السيسي. لكن وزارة الخارجية المصرية نفت هالموضوع بدورة وقالت أنه بإمكان علم الدين الدخول إلى مصر بأي وقت تريد. من جهة أخرى التقطت عدسات الباباراتزي صور للنجم العالمي مايلي سايروس برفقة حبيبة باتريك شوازينيجر ابن الممثل العالمي أرنولد شوازينيجر وهن وعم بيتناولوا الفطور برفقة النجم بإيده. وبدت مايلي محتشمة على غير عادتها ومتوترة إذ التقت عائلة باتريك وعلى رأس حاميها أرنولد إضافة إلى بعض الأصدقاء. وربما هاللقاء هو محاولة ودية لكسب رضا العائلة بعد أن ذكرت سابقا وسائل إعلام أمريكية أن عائلة باتريك غير راضية أبدا عن علاقته بمايلي. فضيحة كبيرة عم بتهدد القصر الملكي ببريطانيا والأمر مرة جديدة بيتعلق بالأميرة ديانا. نجديد عادة قضية جيمس هيويت حبيب الأميرة ديانا بمنتصف الثمانينيات إلى الواجهة وهو اللي اتهم بأنه الأب الحقيقي للأمير هاري. الجدل اللي تخطى عمره العشرين عام يطفو على السطح مجددا بعد إحياء مسرحية الحقيقة الأكاذيب وديانا اللي بتسلط الضوء على وفاة الليدي ديانا واللي بدأ عرضها بتسعة كانون الثاني بمسرح شرينج. ولفت مؤلف العمل المسرحي اللي استند إلى مقابلات مع أناس عرفوا الأميرة إلى أنه التقى هيويت قائد سلاح الفرسان لما كانوا سوا بمنتصف عام 1980. وقال هيويت أنه بدأت علاقته بديانا قبل سنة من ميلاد هاري، لكن هالأمر ما بيثبت أنه والده إلا أنه الأمر مجرد حقيقة محرجة. وكانت الشائعات عن مغامرات هيويت وديانا بدأت بعام 94 قبل ما تنفصل رسميا عن الأمير تشارلز بعام واحد. يذكر أن مؤلف المسرحية أرسل 15 صفحة من نص مسرحيته لجيمس هيويت للموافقة عليها، ففعل بالرغم من أنه أعلن لاحقا أنه لم يقرأ النص وأنه ما بيرغب بالتعليق على المسرحية ولا على علاقته بالأميرة ديانا، مع إبداء تمنياته بأنه تختفي هالمسألة كليا. يبدو أنه النجم العالمية سيلينا غوميز ما تعلمت من أخطاء زميلتها ريهانا لسبقتها إلى زيارة مسجد الشيخ زايد بمدينة أبو ظبي، فوقعت بالمحظور. شو اللي صار مع غوميز؟ منشوف سوا. تعرضت النجمة العالمية سيلينا غوميز لانتقادات لاذعة بعد أن نشرت صورة إلها على حسابها الخاص بإنستغرام وهي وعم تتميل أمام الكاميرا مظهرة كحلة داخل المسجد الكبير بأبو ظبي. وبالرغم من أن النجمة سرعت إلى إزالة الصورة بعد الهجوم اللي تعرضت له، فإنه ذلك لم يشفع فيها إذ تركت صورة أخرى تظهر فيها مع صديقاتها كاندل جينر وجيجي هاديد إضافة إلى كودي سيمسون وهن مبتسمين للكاميرا وعم بيقوموا ببعض الحركات الإيمائية. بالمقابل كان للبعض رأي آخر معارض تماما لوجهات النظر المنتقدة والجارحة مطالبين باحترام رغبة هؤلاء النجوم بالدخول أكثر بعمق الديانة الإسلامية وجمالها. وبسياق منفصل نشرت سيلينا غوميز فيديو إلها وهي عم تاكل بإيديها وضع الحجاب على رأسها مع تعليق مرفق بيقول هيك منأكل بدبي. يذكر أنه هالمسجد كان محل العديد من المشاكل بين النجوم وإدارته مثل ما صار مع ريهانا اللي طردت من المسجد لأنها لم تكن تملك الإذن اللي بيسمح لها بالخضوع لجلسة تصويرية داخله، إضافة إلى تعرضها لهجوم وانتقادات كثيرة بعد أن نشرت صور إلها وهي وعم تتميل أمام الكاميرا داخل المسجد. وختام أخبارنا مع نجوم من مختلف المجالات ليعتبروا الأكثر تقديراً لدى الأمريكيين. مين هن؟ كمان منشوف سوا. للسنة العاشرة على التوالي أظهر استطلاع معهد جالوب تصدر وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة هيلاري كلينتون ترتيب النساء الأكثر تقديراً لدى الأمريكيين متخطية الإعلامية الشهيرة أوبرا وينفري اللي حلت بالمرتبة الثانية.
وورد اسم هيلاري اللي بتعتزم الترشح للانتخابات الرئاسية سنة 2016 على لسان 12% من الأشخاص المستطلعة آرائهم متقدمة على أوبرا بنسبة 8%، وحلت بالمرتبة الثالثة الباكستانية مالالا يوسفزاي بنسبة 5% اللي فازت هالعام بجائزة نوبل للسلام تكريما لنضالة من أجل تعليم الفتيات ببلادها. أما الرجال الأكثر تقديرا لدى الأمريكيين فقد حل الرئيس الأمريكي باراك أوباما للسنة السابعة على التوالي بصدارة القائمة، حيث تم اختياره من قبل 19% من الأشخاص المستطلعة آرائهم، يلي البابا فرانسيس 6% والرئيس الأمريكي السابق بيل كلينتون. يذكر أن المعهد يجري هالاستطلاع سنويا منذ 7 عقود على عينة من الأمريكيين اللي بيسألون عن الشخصية اللي بتحظى بأكبر قدر من الإعجاب بأي مكان من العالم. هيدي كانت حلقتنا لليوم، مواضيع وأفلام مختلفة تناولناها بهالحلقة، إن شاء الله تكون نالت إعجابكم واستمتعتوا برفقتنا. أنا بيبقالي أتمنى لكم بداية أسبوع حلوة ودافية، وبشوفكم إذا الله راد next week.